السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما هو اليوم الموعود وما فيه من أحداث ووقائع وأمور ومشاهد؟ اليوم ستكون خطبتنا مع حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تصور لنا ذلك اليوم الموعود، تصور لنا شيئا من المستقبل الذي لا يمكن أن نعلم ما فيه مهما بلغ خيالنا
ومهما حاولنا أن نستشرف ما قد يقع في ذلك اليوم لن نستطيع أن نصل إلى تلك التفاصيل التي يبلغنا بها المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ يعني إذا كان اليوم يوم صحو لا غيم فيه ولا غبار ولا ضباب، فهل ترى الناس يزدحمون أو يظلمون في أن يروا الشمس والقمر؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. ينادي مناد يسمع الناس، يسمع الأقربين كما يسمع الأبعدين، يبلغهم الصوت. قال: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. قال: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، ويذهب أصحاب الأوثان مع أوثانهم، ويذهب أصحاب كل آلهة مع آلهتهم، ويبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. غبرات أي بقايا، بقايا من أهل الكتاب، أي أنهم حتى أهل الكتاب الذين نراهم اليوم كثيرا يكونون في ذلك اليوم قليل، غبرات من أهل الكتاب. قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، ترى من بعيد كأنها سراب. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون، أن يقول اليهود، يقولون: نريد أن تسقينا من شدة العطش في ذلك اليوم، نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيسقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا، فيسقطون في جهنم. قال: ويبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيأتيهم الجبار، يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي يعرفون. والناس يعرفون لله صورة رأوه فيه أول مرة، رأوه فيها أول مرة، فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، نعوذ بالله منك لا نشرك. ثم يقول طائفة منهم، يقولون: أنت ربنا. ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء. فيقول لهم: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ وأنا أسألكم اليوم: ما هي الآية التي يعرف بها الناس ربهم يوم القيامة؟ هذا السؤال انتبه له. قال: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: نعم، الساق. قال: فيكشف عن ساقه، فيرونه في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيسجد كل مؤمن، يسجد كل مؤمن، وما يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يسجد كل مؤمن، كل مؤمن. ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، يعود ظهره طبقا واحدا، أي أنه لا يمكن من السجود في ذلك الموقف العظيم ولا يوفق، لأنه لم يكن في الدنيا يسجد لله، بل كان يسجد رياء وسمعة. ثم انظر إلى المشهد، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم ينصب الجسر، ثم ينصب الجسر
الجسر وما الجسر بين ظهري جهنم؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون في نجد يقال لها السعدة. انظر إلى الوصف، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينتقي الألفاظ الغريبة، الكلمات التي تنفر منها الآذان، كلمات غريبة. لماذا؟ لأن المشهد غريب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر من المعجم ما يتذوقه الصحابة في خطابه عليه الصلاة والسلام، فقال مدحضة مزلة، أي أن القدم تدحض عنه وتزل عنه لا تثبت عليه. مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، والخطاطيف معروفة، هي تلك الخطاف الذي يوضع مثلا في سنارة الصيد، والكلوب لكن يكون كبيرا. وحسكة مفلطحة، حسكة أي شوكة مفلطحة عريضة لها شوكة عقيفاء يعني معقوفة تكون في نجد يقال لها السعدان. السعدان شجر في نجد له شوك. قال هل رأيتم السعدان؟ قالوا بلى. ما عرفوا السعدان؟ قال فإنها مثل حسكة مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. قال ثم يجوز المؤمنون، فقط المؤمنون، أما أهل الكفر هنا كلهم قد ذهب بهم إلى النار. قال فيجوز المؤمنون. قال فمنهم من يمر كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب وكشد الرجال، فناج مسلم، ناج مسلم ينجو ويسلم، وناج مخدوش أي في مروره يناله شيء من ذلك الشوك يخدش، وناج لكنه في النهاية ينجو. قال ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في ذلك اليوم العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أطال الوصف وأطال الحديث مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قرأت في الأحاديث ومارستها تجد أن الأحاديث التي يطيل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام كما هذا الحديث قليلة، وأكثر حديثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مختصرا. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلاما يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. الشاهد أن هذا من الاستثناءات التي كان يطيل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام. هذا الحديث يعتبر من أحاديث تسمى أحاديث الشفاعة. لماذا أحاديث الشفاعة؟ للتتمة التي ستأتي. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يقول فما أنتم كلموا الصحابة، فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم. يعني كأنه يقول أرأيتم لو كان الحق قد تبين لكم وأنا أريد أن أخذكم إلى خلافه، فأنتم تناشدونني وأنتم تأمرونني بأن أقيم الحق وأتبع الحق وكذا. قال فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. أي كما تلحون علي في الحق قد تبين لكم، فكذلك المؤمنون
يلحون على ربهم على الجبار يومئذ المناشدة يلحون في ماذا؟ قال إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم، يعني إذا رأوا أنهم قد جاوزوا الصراط وإخوان لهم يعرفونهم لم يجاوزوا ذلك الصراط وحبسوا قبله أو سقطوا عنه. قال إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ويعبدونك معنا، يعبدونك معنا، يعني هناك مناشدة وهناك إلحاح وهناك إصرار في هذا السؤال هذه الشفاعة. فيقول لهم الله سبحانه وتعالى اذهبوا، وانظر إلى عظمة المشهد عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. قال وحرم الله صورهم على النار، يعني المؤمنون إذا من يدخل نسأل الله السلامة من يدخل من المؤمنين في النار يحرم الله صورته على النار، أي صورته يعرف بها فلا تطمس النار ملامح وجهه. في حديث آخر قال فيعرفونهم من مواضع السجود، وحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود. قال فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وبعضهم قد غاب إلى أنصاف ساقيه. قال فيخرجون من عرفوا، يعني كل من يعرف إنسانا يخرجه ومن لا يعرفه لا يخرجه، فالإنسان يشفع لمن يعرف. قال فيخرجون من عرفوا ثم يعودون إلى ربهم فيناشدونه فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. قال فيخرجون من عرفوا ثم يرجعون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة، وهذا أصغر المثاقيل، مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. يقول أبو سعيد الخدري يقول فاقرأوا إن لم تصدقوني، يعني إن لم تصدقوا أني أحدث بهذا عن رسول الله، لأنك كان من الناس في زمن أبي سعيد من ينكر هذه الأحاديث وهم الخوارج، يقولون من يموت على كبيرة لا يتوب منها فهو خالد مخلد في جهنم. يقول أبو سعيد فاقرأوا إن لم تصدقوني إن تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد شفع الأنبياء والملائكة والصالحون وبقيت شفاعتي. يقول فيقبض قبضة من النار، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم منها. يقول صلى الله عليه وسلم فيلقون في نهر على أبواب الجنة يقال له نهر الحياة. في لفظ آخر يقول فجيء بهم ضبائر قد امتحشوا، أي احترقت أجسادهم من النار. جيء بهم ضبائر يعني مجموعات مكدسة، جيء بهم فبثوا على أبواب الجنة أو على أنهار الجنة يقال له ماء الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة فينبتون كما تنبت البذرة، فينبتون على حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الوادي فما كان إلى جانب الشمس منها كان أخضر وما كان إلى جانب الظل منها كان أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك قد رأيت في البادية، كأنك قد رأيت في البادية، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تعجبوا من دقة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراحل نمو شيء من نبت الصحراء. انظر إلى دقته، يعني يقول البذرة التي تنمو شجرتها وتكون في جانب الوادي ولا يصيبها من ضوء الشمس شيء، تخرج ورقتها فتكون بيضاء صفراء لا يصيبها من ضوء الشمس شيء، ثم لا إذا كبرت وصابت الشمس تخضر
ومن نبتت في الوادي وكان يصيبها شيء من الشمس فإنها تنبت خضراء. طيب لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدقق في هذا الوصف؟ لماذا يدقق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف؟ يريد أن يبين للناس دقة المشهد، دقة المشهد، يصور لهم، يقرب لهم الصورة، صورة رحمة، صورة رحمة، يريد لهم أن ينتبهوا لها، أن يتخيلوها. ربما سمعنا هذا الوصف أن المؤمنين ينبتون أو أن هؤلاء القوم ينبتون، لكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلك في أدق تفاصيل المشهد، لذلك وصفه بهذا الوصف الدقيق. قالوا يا رسول الله كأنك قد رعيت في البادية. قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون كأنهم اللؤلؤ إذا نبتت أجسادهم على حافة ذلك النار. قال فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيوضع في رقابهم الخواتيم. الخواتيم توضع في الأصابع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيوضع في رقابهم الخواتيم، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، هؤلاء عتقاءهم عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه. طبعا من هؤلاء الذين يدخلهم الله الجنة من غير عمل عملوه؟ هذه القبضة الأخيرة التي يقبضها الله سبحانه وتعالى. أما من قبل ذلك فمن في قلبه مثقال ذرة من عمل فيخرجه المؤمنون بشفاعتهم، لكن الله سبحانه وتعالى يمتن ويتفضل على أناس لا عمل لهم يخرجهم من النار. قال أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، فيأتون الجنة فيقال لهم لكم ما رأيتم، يعني هؤلاء آخر فريق يدخل الجنة، آخر فريق، آخر مجموعة، يقال لهم لكم ما رأيتم من الجنة ومثله معه، لكم ما رأيتم ومثله معه. فما ظنكم بالسابقين الأولين وأهل اليمين والمقربين وأولياء الله الصالحين؟ ما ظنكم بمن يعني يترك لله سبحانه وتعالى محابه وملذاته وشهواته، ومن يسابق إلى الله، من يصبر في ذات الله، من يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ ما ظنكم بدرجات أولئك ومقامهم عند الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخزينا في ذلك اليوم، أن لا يجعلنا من أهل النار، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يجعلنا من الشافعين المشفعين المقبولين عنده، المرضيين المرفوعين، وأن يكتب كتابنا في عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويعافى فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعن ولي أمرنا على ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه على تطهير بلادنا من الزنا والخنا والخمور والربا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قيض له بطانة صالحة تأمره بالخير وتحثه عليه، واصرف عنه بطانة السوء التي تأمره بالشر وتحثه عليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده